استفادت ولاية قلمة عن طريق الهلال الأحمر الجزائري بتجهيزات خاصة بقاعة علاج. القاعة الأولى وهي على مستوى بلدية بوشقوف ببورياش يوسف، والقاعة الثانية متواجدة على مستوى بلدية بوحشانة. يعني هذه التجهيزات تخص هذه القاعتين في انتظار إفادتنا بتجهيزات أخرى لتغطية مختلف المناطق. إضافة إلى التجهيزات الخاصة بقاعة العلاج، استفادت ولاية قلمة من 2000 حقيبة مدرسية سيتم توزيعها على أبنائنا المعوزين، والتي أعطت إشارة انطلاقتها اليوم السيدة ولي ولاية قلمة، وين هذه القافلة تتوجه إلى مختلف البلديات الولاية. قبل اليوم بإعطاء إشارة انطلاق قافلة محملة ب 2000 حقيبة مدرسية كهبة من الهلال الأحمر الجزائري لفائدة العائلات المعوزة أو أبناء العائلات المعوزة. كذلك في نفس السياق تجهيز موافتنا أو تدعيمنا بمعدات وأدوات طبية لفائدة قاعتي علاج على مستوى كل من بلدية بوشقوف وبلدية بوحشانة، وهذا تدعيما للمؤسسة الصحية وكذلك في إطار تحسين الخدمات النوعية للمواطن أو للمريض. كما عهدناه بطبيعة الحال الهلال الأحمر الجزائري أثبت وجوده دائما متواجد بمجهوداته ومواقفه المشرفة من خلال العمليات التضامنية وكذلك من خلال المشاركة في تسيير الأزمات سواء كانت محلية أو كانت وطنية أو حتى دولية، وهذا شهدناه من خلال التدخلات نتاعو عبر بعض دول العالم، فهو مشكور له منا كل الشكر والامتنان على هذه المجهودات وعلى هذه المساعي والمساهمة الفعلية ميدانياً.